أصعب اللحظات هي لحظات التخارج من شراكة بعد خسارة أو سوء إدارة، ولكن قد تكون من أعظم اللحظات إذا قررت أن تنطلق بإرادة وعزيمة لا يوقفها أي تحدي. هذا ما فعله بالضبط عبد الله النهدي مؤسس صيدليات النهدي، اللي وجد في تخارجه من شريكه صاحب الصيدليتين فرصة للانطلاق وهو لا يعرف في مجال الصيدلة والطب أي معلومة سوى أنه توكل على الله واجتهد. المفيد، صحيح أن التخارج بعد الخسارة أو سوء الإدارة مؤلم، ودورك البحث عن الشركاء المناسبين، فاجتماع السواعد يبني وطن، واجتماع القلوب يخفف المحن. قيمنا ذيك اليوم ب 400 مليون ودخلوا ب 200 مليون، وكانت أرباحها تقريبا أظن 70 مليون 60 مليون، فدخلوا ب 50%، فاشتروا نص الحصة ب 200 مليون. بدأنا ذيك الساعة من الشرط العقد البيع أنه أنا أبقى في الشركة، مو تبيع وتروح. نعم. يقول لك أعطي الخباز خبزه. صحيح. هذا الحصل. طيب دخلوا معاك بال 200 مليون، أنت استفدت من 200 مليون؟ أي استفدت مباشر. طوال 2003 إيش سويت؟ طوال عندي مبلغ طبعا جاء البنك شيء كبير، يعني أنا بالنسبة أول مرة مبلغ يدخل عندي كبير. يوم جيت كان البنك السعودي الأمريكي في حي الله في اللاندرس في اللي في جدة. فتحت حساب وقابلت اسمه فادي، واحد مدير الفرع اسمه كان حق الصفور والله مدري. بديت في الأسهم، هذا حطيت مبلغ بتقول الأسهم في عام 2003 2003 مجاو عندي في بداية الأسهم السعودية. الأسهم السعودية جاوا اجتماع مع الجماعة حقين السامبا في الدور الأخير، ومن واسطة عشان يدخل عشان مستوى عالي كان أقابل محمد السحيلي والآن فوق. نعم. مع الفي آي بي دولة قابلت قالوا تعال عندنا صندوق نحن ندير، ما أعرف خبرة عندي الأسهم. نعم. ما عندي أي شفقة. قلت تمام، قالوا نفتح لك صندوق نحن ندير الفلوس أيامها الحد الأدنى حطيت 20 مليون أتذكرها. جميل. كان أساسي دار من الرياض، والله بديت العشرين صارت 40-50-60 مليون شيء. بديت أسحب. متى بديت تسحب؟ طوالي بعد صار تدبل الفلوس بديت أسحب مبلغ، قلت أقول خلنا نأخذ على الأقل جزء، صرت أسحب مبالغ وحط عقارات في مكة عند قريب الحرم مش زي كذا. صار الطفرة شيء إلين وصل أتذكر سوق 17000 نقطة. قلت أقول لكم الحمد لله، شفت عارف البالونة اللي في السماء كبرت أرباح والله. قال لا كيف خلط لسه سوق بيصير 20000. قلت أقول لك الحمد لله مستمتع وحققت اللي أبغاه. تخيلت عارف البالون هذا في السماء يجي دبوس يفجره كذا، تخيلات. وهذا يجي من ايش؟ من التخيلات، الاشياء حتى في المحلات المواقع اقتاره تخيل منطق وتخيل الناس والزباين. قلت انا بطلع. طلعت كم وقت محقق ربح؟ والله يمكن المية يمكن 500 ايامها شيء يعني صراحه ما حد توفيق الرزق بدري. طبعا الله لا يقول لك الله اذا اعطى ادهش. نعم. يعني الرزق اذا الله ساق بس يزعل لك اسباب. فخرج من السوق وبدا قال ما عندي خلاص، خليت 3 مليون حطيتها في الرائد عندهم. نعم. الرائد بعد والله ما في 6 اشهر الا يصير انتكاسه 2006 ما انا عارف المهم انتكاسه، وصار ال 3 مليون قد مليون ونص. قلت خلاص ربحت الحمد لله.